المنتخب الأردني. تعود أعزائي المشاهدين، بنشوف بدي ساعده. شو بيعرفني زين؟ محاولة تصويب الثلاثية لم ناجح للمنتخب الأردني. لا شافيه لك شو بقى، طول بالك شوي، لميت على الجيران، شو بك مرزوق؟ ساعة ساعة لحتى ترد على واحد ساعدني بحمل البراد لفوق، ما بقدر بحمله لحالي. مشان شو البراد؟ خيو بلا مستحى منك، يعني كتر خيرك متحملني انا وابني، ما بدنا ننتقل عليك بالمصروف. لهلك مرزوق، عيب عليك الحكي، عنا ثلاث برادات بالبيت. وشو علي يا اخي، خليهم يصيروا اربع برادات اذا الشرع سامح. الشرع سمح بالنسوان مو بالبرادات. اي نفس الشيء، كلهم ببردوا. مرزوق خلص عيب عليك، رجع البراد رجعه. معليش اخي، مشان لا تزعل مني ولا ازعل منك، مصروف الاكل مو قليل. اخي اذا هيك جيب الاكلات وحطهم براداتنا. معليش اخي، انا كنت هيك ناوي، بس مرتك بتقرف. حقها حقها الطبيب، تعال يلا ساعدني بالبراد. لك اخي اذا جبنا عتالي مو احسن؟ ليش شبنا نحن؟ ال500 اللي بده ياخذون العتالي بينغصوك يعني؟ يلا تعال لشوفهم زيت. نهضوا معي لقلك. لحظة لحظة يلا، حط ظهرك حط ظهرك. والله خايف يحرك الجسم معي. حط ظهرك، انا بعينك من ورا. يلا يلا دير بالك. ها لحظة لحظة هيك طبعا. روح الله حييك هرقي، روح. لك لحظة يلا روح، قول الله انا ماسك لك. يلا دير بالك على اناني. غاز غاز ما يخرجنا بالمصروف. ايه جايب براد. مشان شو البراد؟ وهدول الثلاثة شو بدنا نسوي فيهم؟ ايش بعرفني؟ طول بالك طول بالك، هذا اخوك مو معقول، عن جد مو معقول. يا الله يا الله، شو بدك تقوم؟ بدك تقوم تشوفه؟ انت مش لازم تنزل وانت بهالحالة. على مين؟ ولا مالك شفيق؟ اوف فضحني، الله يفضحه الله يفضحه. على مهلك على مهلك شفيقة، شوي شوي على الدرج، دير بالك. ها للجنان وحده بوحده.
راسك بيار. اخ يا ظهري. يلا بقى. لك قلت لك بده يحرك معي الديسك، يمكن حرك. ها لك يا اخي يا شفي، طالما حرك وحرك اتركه عم يحرك. شو المعنى؟ المعنى تعال اقول لك، هات كتفك لعينك، تعال اقول لك. حمل انت هاي القنينه، وقف شوي. ايه وهي القنينه كمان. ايه؟ وانا راح الحقك بقنينه. دير بالك كسلت، روح روح قول الله، روح هاي دفشه. الله يستفل فيك يا برضو. روح نادي نادي وزمر.